وعلى الهواء مباشرة يحدث ما يحدث، تحصل أي حاجة فجأة مش بإيدينا إن احنا نمنعها أو يعني نعرف نتصرف فيها. فضلت الشيخ أشرف الفيل وهو جاي في الطريق يعني عشان محدش يتخض، هو كويس عمل حادثة لكن هو كويس، وأتمنى إنه السيدة والدته لحبيبتي تكون بتتفرج وتبقى عارفة إن هو كويس ومكلمني وزي الفل ومفيش حاجة، العربية اتخبطت خبطة كده بس مش معرفش يجي. وبناء عليه الحمد لله احنا اطمننا عليه، واهم حاجة ان هو كويس. لكن يا ما حصلت واحنا على الهوا بقالنا يعني الحمد لله والشكر لله داخلة، فهو انا بقيت من الرواد داخلة في 29 سنة مثلا ولا ايه، وبتحصل الحاجات دي. ويعني انا بقى مني ليكم النهاردة، وهكلمكم النهاردة في مكالمة جات لي امبارح، سيدة بتتصل بتقول يعني انه ابنها يعني عمل كل شيء في سبيل انه يحتفظ بالشغل بتاعه، وهو حد متعلم تعليم كويس وحد يعني شاطر في شغله وحد ملتزم دينيا واخلاقيا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى مش بيكتب له انه يكمل في الشغل بتاعه، فما بقوش عارفين ايه اللي حصل، يعني مش فاهمين فيه ايه، لغاية اما الناس مش هقول عليهم ولاد الحلال، هقول عليهم ربنا يسامحهم، بياخدوا حد ياخدوه من سكة يودوه في سكة تانية خالص، بدل ما يقولوا له يعني ان شاء الله وخير ونسعى ونعمل ونجتهد واحنا ما عليناش غير ان احنا ناخد بالاسباب وربنا على الله القبول، قالوا له ده انت معمول لك عمل وانت معمول لك سحر وانت معمول لك، وندخل بقى في سكك فك السحر وفك الاعمال وفك البتاع، والموضوع يعني ليس له مسكة ولا ملكة ولا يعني السحر موجود يعني ثبت عبر العصور يعني انه الناس بتعمل اسحار وبتعمل وبتعمل تعمل، لكن فك بقى السحر وفك مش بايد حد، بايد ربنا سبحانه وتعالى. فهي السيدة بتقول ان احنا نقرأ البقرة يوميا، طيب البقرة بنص شرعي تبطل هذا السحر، اذا مفيش سحر. يعني هي الست بتقول ان احنا بناخد بالاسباب واحنا بنعمل الجزء الشرعي اللي مطلوب مننا في حفظنا وحفظ ابداننا وحفظ اولادنا وحفظ ارزقنا وكذا، بناخد بيه بناخد بالاسباب الشرعية، لكن برضو في اسباب يا جماعة دنيوية محدش يعني قالت لك لا بناخد بيها. طيب الحقيقة ان انا عايزة اتكلم في القصة دي، ويعني التليفونات مفتوحة وتوافقوني او ما توافقونيش، فكرة انه الدنيا تقفل او تفتح دي مش بتاعت حد، والاقدار مكتوبة عند ربنا سبحانه وتعالى، احنا بناخد بالاسباب. حد يقول لك اعمل واحد اتنين تلاتة نتيجتهم هتبقى كذا، ممكن نتيجتهم هتبقى كذا، وممكن عند حد تاني نتيجتهم تبقى أفضل، وممكن حد تالت يعني ما يلاقيش النتيجة قوي. إيه الأسباب؟ إحنا ما نعرفش، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحدد الأقدار. مين اللي قال إن أنا أجي أقعد هنا؟ ما عرفش. في شوية أسباب دنيوية، إن أنا بذاكر، إن أنا بعرف أتكلم، إن أنا مش عارفة إيه، إن إحنا بنلبس كويس، إن إحنا إيه، أم ربنا جايبني هنا. طب ما في حد تاني زيي وأحسن مني مليون مرة مليون مرة، واحدة تبقى بتتكلم أحسن وشكلها أحسن مني وبتاخد بكل الأسباب أكتر مني، وربنا ما يكتب لهاش إنها تيجي في مكان معين، هل مين يسأل على كده؟ طيب احنا يعني هنفضل نسعى لغاية ما نموت وربنا يكتب لنا الصحة، وان شاء الله احنا يقينا لازم يبقى بس عندنا يقين، نحط كام حاجة جنب بعضها. فكرة ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله ده متقين، والله بنصلي، والله ما بنعمل، هنعمل زي وانا كنت صغيره واقول ايه ده، ازاي انا ما اجيبش درجه حلوه، او انا والله كنت انا بصلي، ده انا بصلي وبعمل كل حاجه، ازاي انا ما اجيبش درجه حلوه واحنا صغيرين. لا، جنب الصلاه في مذاكره، طيب ما انا بذاكر، ما يمكن تكوني بتذاكري بطريقه ما تنجحكيش وما تجيبلكيش الدرجه،
ليه؟ والله بذاكر. طب احنا هنفضل نتشبث بان احنا الصح لغايه امتى؟ والله بنعمل كل حاجه. فاحنا عندنا كام حاجه كده نصيحه زي كده، اما كان جوزي ربنا يبارك فيه يقول لي ايه، احنا قاعدين مثلا، هم تجار، احنا قاعدين في محل وقاعدين وعندنا كل اسباب اللي تخلي الناس تدخل لنا وتشتري، وفجأة يوم محدش بيعدي، محدش بيهوب ناحيتنا، ليه؟ ده أنا جايب ومشكل وعندي بضاعة والمحل مليان وكذا. فنعمل إيه؟ خلاص نعمل إيه؟ نقوم منزلين المحل كله ومنزلين، ونقعد نحط ده مكان ده ونشيل ده وكده وننظف ونعمل وبتاع، شوية بشوية تلاقي الرجل بدأت تدخل. فأقول له طب ده معناه إيه؟ يقول لي في الحركة بركة، في الحركة بركة. ما تقعديش قاعدة كده أو أنت قاعد كده وتقول لي إيه، معلش أصل أنا مش لاقي شغل. في الحركة بركة، اسعوا واضربوا في الأرض وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هو الرزق بتاع ربنا سبحانه وتعالى، مفيش امشوا في مناكبها، امشوا في الارض وسعوا وكلوا من رزق واحد هيديهولك. لا لا، هو مش هيديك حاجه، هو ربنا بس هيستخدمه انه يوصل لك اللي انت سعيت له. ودي انا بقولها لكم بعد سنين ماشيين في مناكبها، اللي قاعد وشايف انه الحته اللي هي اسمها بيسموها الكومفورت زون، هو حضرتك مثلا بتشتغل مثلا مهندس، مدرس، اي حاجه، فانت شايف انت ما انت بتدور في الدايره اللي ما تعرفش غيرها. ما يمكن يا سيدي، ما يمكن يا ستي رزقك في حته تانية خالص بعيد عن الدايره اللي انت ما تعرفيش غيرها دي. طب ما احنا ما نفعناش في الحته دي، والحته دي كل ما نروح في شغلانه نمشي، ما ارض الله واسعه. مش قصدي ارض الله واسعه يعني نروح في حته بعيده، لا، في حته بعيده عن التخصص اللي يمكن ربنا مش كاتب لك التوفيق فيه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هو المخرج منين؟ ما نعرفش. ليه ما نعرفش؟ لانه ويرزقه من حيث لا يحتسب. هو مش هو حاسب ان هو راجل بيشتغل محاسب، راجل مدرس، راجل خريجه مش عارفه ايه، خريجه فنون جميله، اي حاجه، فهو ماشي في خط معين، هو شايف انه ده اللي هيجي منه الرزق. لا، ده ربنا بيقول لك يعني ايه، لا، من حيث لا يحتسب، من المنطقه، من الحته اللي انت مش حاسبها،